عم يحتل الدين العام بلبنان المرتبة الثالثة عالميا بعد ما بلغت سنة 2018 82 مليار دولار نسبة لحجم الناتج المحلي الإجمالي، واللي بيقدرها صندوق النقد الدولي بنحو 148% من بعد اليابان اللي بتحتل المرتبة الأولى بناتج 235% واليونان المرتبة الثانية بناتج 178%. مصادر اقتصادية اعتبرت للنشرة أنه رغم بلوغ لبنان المرتبة الثالثة بالمديونية نظرا لسوء اقتصاده إلا أنه ما بيوقع على شفير الإفلاس، فالدين العام بلبنان بلغ 148% اليوم من الناتج المحلي الإجمالي لكنه بلغ معدلات أعلى من هيك بالسابق. كما ارتفعت احتياطي العملات الأجنبية بمصرف لبنان المركزي ل 42 مليار دولار، وهذا بيعود لاستبدال سندات الدين بالعملة المحلية بسندات تانية بالعملة الأجنبية، وهذا بيدل على أن السوق تبادل العملات بأحسن حال. كتار بيسألوا شو هي المديونية العامة؟ لمين وكيف مديون الدولة اللبنانية تحديدا؟ هو دين الدولة اللبنانية كقطاع عام. دين القطاع العام مدينته من المصارف ومن الشعب اللبناني، يعني اللي عندهم سندات خزينة قليل كتير من الخارج، ولكن قسم منه تقريبا النص بالعملة الأجنبية بس جوات لبنان. المصادر لفتت إلى أن وتيرة المديونية العامة بلبنان إلى تزايد وارتفاع مستمر من سنين طويلة، فالناتج المحلي كان ببداية التسعينات بيزيد بشكل مرتفع أكثر من زيادة الدين، اليوم عم بيصير العكس، فالدين عم بيزيد أكثر من الناتج وأكثر من زيادة حجم الاقتصاد، لكن كيف ممكن يزيد حجم الناتج لتخفيض الدين العام؟ فيك تخفف يمكن العجز شوي، بدك تزيد الإيرادات وتخفض الإنفاق. يعني بدك تزيد الإيرادات شو؟ يعني تلم ضرائب أكثر، تعلي الضرائب، تلم ضرائب أو تخفض الإنفاق، يعني الدولة تصرف أقل، يعني تشلك شي 100,000 موظف مثلا أو 50,000 موظف. يعني الدولة اللبنانية فيها 250,000 موظف، نحن بحاجة ل 150 يمكن ماكسيموم. هلا كيف بتزيد النمو؟ إنه تزيد الاستثمارات بالبلد، يعني الناس تعمل شغل ومصانع وزراعات وأوتيلات ومطاعم. إذن بيبقى التعويل على تشكيل الحكومة الجديدة وتحقيق الإصلاحات والخطط اللي من شأنها تنظيم الإنفاق وتحفيز النمو وجلب الإيرادات، والأهم إطلاق عجلة مشاريع وقروض الدول المانحة اللي ما في شك إنه راح تزيد واردات الدولة وتحقق نقلة اقتصادية نوعية وتترك أثرها على حجم الناتج المحلي والدين العام. محمد زهوي، تلفزيون نشرة. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.